فيديو راح يغير مخك لما تروح المولات، وراح يخليك تفطن بشغله تعرف ليه زمننا مو هو زمن الطيبين، وليه خسرنا دفء وحنان زمن الطيبين وحياته. مفهوم انا قاعد افكر فيه سنين، شنو هو؟ مينيماليزم اتي من كلمه ميني المصغر، ماكسيماليزم اتي من كلمه ماكس. شنو المينيماليزم والماكسيماليزم؟ كل السالفه تفهمها بهالصورتين، شوف ماكدونالدز القديم وشوف ماكدونالدز الجديد. تمام، واحنا شكو ماكدونالدز؟ انا اقول لكم احنا شكو ماكدونالدز هو رمز المطاعم الامريكيه، هو رمز ميول الشركات العالميه كلها وين تتوجه كفن في تقديمهم لاي شيء. الشيء الفخم في مفهومنا المعاصر هو الوحيد المنعزل الذايب مع كل ما هو غيره، ما هو مميز، ما هو منفرد، ما له ألوان حية وساطعة، وبالتالي يكون مينيماليزم، مصغر، ما في مؤثرات حسية سمعية وبصرية، وما له نكهة خاصة فيه بارزة. أنا ما قاعد أتكلم عن المطعم نفسه، أنا أتكلم عن الستايل، عن الديكور. كل الشركات الآن علشان توريك أنها هي فخمة قامت تقلل من نفسها، راكبة موجة المينيماليزم اللي بدأت في منتصف أول 2000، يعني في 2005 وانت ماشي الشركات كلها صارت تميل إلى هذا الميل في كل ستايل لها، في كل ديزاين، في كل تصميم. صار الشيء الفخم لازم يصير مقلل، يكون خفيف، يكون مصغر. هذا اللي خسرنا الدفء والحرارة اللي نلقاها قبل في المولات. قبل المول كان كأنه كرنفال، كان كأنه بازار، فقلت الحياة وقلت الحرارة. ماكسيماليزم، أعطيكم مثال لمسلسل ما أحبه وشفت منه حلقة حلقتين، وقبل يطلع واجد في الام بي سي شفت منه حلقة حلقتين ما حبيته، بس الناس تحبه حيل وأنا أعرف ليه الناس تحبه حيل. فريندز، مسلسل فريندز، أبو الماكسيماليزم، 6 شخصيات، 3 بنات و3 شبان، كل واحد له قصة في نفس الحلقة مصغرة، 6 قصص مصغرة في نفس الحلقة تجمع كل قصصهم لقصة واحدة كبرى. شوفوا ديكور بيتهم، شوفوا ديكور مقهى مالهم، شوفوا ايش كثر كل شيء منتفخ وحي والوانه ساطعة، شوفوا الاكواب بمخاد الغنفات، شوفوا القعدة شلون حية، شوف سوالفهم شلون حية. هذا المنتج الامريكي. ليش انا اركز على المنتج الامريكي مثل مسلسل فريندز ولا المنتج المطعم ماكدونالدز؟ لانه هو المثال الذي يحتذى به حول العالم كله. هذا المثال الامريكي في الانتاج، في التجاره، في الفن، هو اللي يحتذى به. فالحين كل ما يحتذى به وحشه وعزله وفقر، مينيماليزم.